عشان المسيحيين اللي بيعملوا ضدنا الافلام ونكر. هذا دليل على ان اكبر الرجال عاده كسر الدنيا احنا، واحنا بنتكلم على ان المسيحيين اللي غلطوا ما يكونون الالطف حتى بعد التصادم. للاسف كل اللي المسيحيين ذكروه في الفيلم بتاع عيسى بهم مثل هذا الرجل. هذا للاسف كله من كتبنا، مفيش حاجة ألفوها. والعميان الذين يصرون على أن ما جاء في البخاري صحيح كلام فارغ. البخاري كتاب زي أي كتاب في الدنيا، عندنا الكتاب. إذا صادفك هذا الرجل واصطدم الوحيد الذي هو موصوف لا يأتيه الباطل من بك، كيف ستكون ردة فعلك؟ من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الخير اللي بلدنا فيه من إيه؟ وربي على من ربنا اولا ومن سيادة الرئيس التلزيق بتاع امك عبد الفتاح السيسي. وقفتنا في سطحنا يا اخي، ما توسع، وسع الاستديو واسع، وفي بلكونتنا وبنشوي وعازمين ناس. كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك يا ابت خنقني، وقاعدين بنعمل اكل وفرحانين ومبسوطين يا ابن العبيطه. واس يا اخي واس، احضني احضني. الف مبروك، الله يبارك فيك. الامن والامان اللي الدنيا كلها محرومه منه. احضني يلا يا شيخ حسني، تسمح لي كده؟ فلسطين اللي الناس بتتدبح فيها بتبوس، انت مش نايم يا عم؟ بلاد تانية كتير سابوا بلادهم وجم عاشوا عندنا هنا وشلناهم على راسنا. بس كده من فوق الناس اللي بتقول عندنا غلا، عندنا غلا وعندنا امان. هتدفع المأجور؟ استنى الكتاب ده بس، القرآن، اي كتاب تاني. الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل، لا ده انتوا عايشين مرتاحين ومبسوطين وبتاكلوا احلى اكل. طابع للاخذ والعطاء ويعاد فيه الى هذا القرآن. له احلى شرب، في ناس دلوقتي مش لاقيه شويه كهرباء عشان ترضع بنتها. اسمح بأجرة المأذون يا سعادة البيه، استنى نرجع للقرآن. اللي يصطدم بيه صدام علني نقول له معلش ولا شوية مية عشان تأكل ابنها. متأسفين مش هنسمع لك ولا هناخد. مين بقى اللي قال؟ مين اللي قال؟ ولا مستشفى تدخل فيها عيلها. فلوس أدفع للمأذون. ها؟ 50 جنيه. مين اللي زاد؟ ما يهمناك، لأن لو مسكنا في رواية هذا الحديث الفتنة ولا أي حاجة من الحاجات الخير الكبير اللي احنا عايشين فيه. هنلاقي النبي صلى الله عليه واله وسلم والعياذ بالله الامن اللي احنا راضيين بيه، وفي الاخر اصل الاسعار غاليه. مجنون ليه؟ لان اسعار غاليه علينا احنا بس، وهو الراجل ماله مال الاسعار. السيده عائشه حسب الروايه بتقول فيما بلغنا احنا معانا رئيس المفروض نبوس جزمته. ادي 30 جنيه كان إذا أبطأ عليه الوحي أو تأخر عليه الوحي. اللي دخل البلد دي وخلالها كرامة، بلدنا كان ريحتها وحشة. ذهب إلى شواهق الجبال يريد أن كان في عشوائيات تردى. كانت الناس بتسلم على بعضيها من جوه البيوت. أدي 20 جنيه. وكلما هم أن يلقي بنفسه ربنا كرمنا دلوقتي بقت إبراج. الطرق اللي كنا بنمشي. اتفضل يا استاذ. جاء جبريل فسكنه. مش فيها كنا بنكسر عربياتنا، الحمد لله بقى عندنا طرق جميله. وربط على جأشه. بالله عليكم خلينا انا ما بطبلش، انا ما بقولش كده عشان حد يديني في واحد بيسيحي كده يقول عليه محمد بيقول نزل عليه جبريل، وبعدين لما جبريل ما يجيش يطلع على اعلى جبل ويقول له هرمي نفسي. اه يلا ودعينا يا استاذ بالرفاء والبنين. انا جاهز اهو هرمي، وبعدين جبريل له هدي نفسك مش هتاخر عليك. اقعد هدي، ارجع كلم داون ارجع. لو واحد
ولا كل ما جبريل يتاخر يعمل نفس العمله؟ مش كده اهانه؟ لما يقول كل اللي في البخاري صحيح يبقى معناها ايه؟ ندي للنبي شهاده اعدام، ندي للنبي صلى الله عليه وسلم شهاده اعدام رسمي ان هو مجنون. يبقى نقول للبخاري ايه؟ متاسفين يا حماده، الكلام ده كلام فارغ وغير مقبول بحال من الاحوال.